اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. يا مساء الهنا، يا مساء الفل، يا مساء الياسمين. شايفين الجمال؟ شايفين القرمشه؟ ده ايه يا احلام؟ تعالوا انا اقول لكم ده ايه. عملنا البطاطس المقرمشه الجميله جدا 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 اللي كلكم هتحبوها وتعشقوها بعد الوصفه دي. مقرمشه وجميله جدا جدا من بره وطريه وحلوه قوي وطعمها تحفه من جوه. تعالى اما نشوف عملنا ايه. جبنا حبيتين من البطاطس وحطيناهم في ميه سخنه، استنينا اما الميه لحد ما الميه سخنت وحطينا فيها البطاطس تتسلق عادي خالص من غير اي اضافات ومن غير اي حاجه خالص. كل اللي احنا عملناه ان احنا حطينا البطاطس في الميه بعد ما قشرناها وقطعناها لحد ما اتسلقت وبقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبدا بالهرسه وهرسها ناعم جدا، انا عايزاها زي العجينه كده وملمس العجينه بالظبط. تعالوا بقى اما نضيف الاضافات بتاعتنا. حطينا توم بودره وبصل بودره وملح وكمون وكزبره وكاري وبابريكا وكركم اصفر. نقول البهارات بتاعتنا تاني: ملح وفلفل وكمون وكزبره وكاري واللهم صل على النبي وكركم اصفر اهو زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هعجن الكلام ده كله كانك بتعجن عجينه بالظبط. قبل ما اعجن هضيف عليه الاضافه المهمه جدا جدا اللي ما تنساهاش. هنحط ايه؟ 1 2 3 4. حطينا 4 معالق من اللهم صل على النبي النشا، وهبدا اعجنها كده لحد ما تبقى عجينه قدامي اهو زي ما انتم شايفين كده. الموضوع سهل جدا وبسيط، بس هتغيري طعم البطاطس معاكي. طبعا احنا البطاطس دي محدش بيختلف عليها، بنحبها جدا جدا، ممكن تبقى موجوده معانا في فطار وغدا وعشاء، ممكن تحضر معانا كده على الصينيه بتاعتنا تلات طقات يعني زي ما بيقول. فطبعا عشان ما نزهقش لازم نشكل فيها ونغير فيها كده، فدي من اكتر الحاجات اللي هتعجب ولادك جدا. جبت كيس كده تلاجة وقطعته بالنص زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ ابطط فيها العجينة كده وافرد فيها البطاطسية بتاعتي كأنها عجينة بالظبط. عاملها معاملة العجينة، وطبعا بتفرد معاكي جدا بكل سهولة، وتحاولي تسوي الاطراف كده بايدك، تسوي على قد ما تقدري، وبعد كده احنا هنظبطها مع بعض بالسكين. اهو زي ما انتم شايفين الموضوع ما ياخدش معاك 10 دقايق، وهتعملي احلى طبق بطاطس ممكن تدوقيه، ومش هتشتري من بره. يعني انا اعرف واحده بتقولي انا بروح مخصوص علشان اكل البطاطس دي، يعني في اللهم صل على النبي في كنتاكي او في الحاجات دي، بتروح مخصوص عشان خاطر البطاطس. بجد انا عملت البطاطس ولادي حبوها جدا، انا عملت مرتين يعني الكميه دي ما شاء الله بألف. انا وعافيه لما حبوها ما خلوني اعمل تاني. يعني هبدا اسوي الطروف كده زي ما انتم شايفين بالسكينه علشان انا عايزاها تبقى معايا مسويه. طبعا ده مش هنرميهم، احنا هنشكلهم برضو تاني. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، استغفرك ربي واتوب اليه. اهو زي ما انتم شايفين كده الموضوع سهل جدا وبسيط، وهتطلع معاكي نتيجه ايه جامده جدا. حاولي كده تمسح السكينه علشان ما تضايقكيش طول ما انت ايه بتقطع. كل تقطيع بمسح السكينه. شايفين؟ حاولي بقدر الامكان توزني ايدك كده ويبقى الصوابع كده قد بعضها. طبعا لو انت حابه تضيفي فيها اي نوع جبن زي ما انت عاوزه، بس طبعا احنا انتوا عارفين كده الناس اللي متابعين احنا عندنا شويه مشكله مع الجبن، فما اقدرش اضيفها. ناس تاكل وناس ما تاكلش. هبدا بقى احطها في الفريزر حوالي 10 دقايق بس تمسك نفسها كده. اهو حبيت ان انا اوريكم 10 دقايق بالظبط تمسك نفسها، وبعد كده ان شاء الله هنطلع نقليها مع بعض على طول. طبعا الصباع معايا كبير، فانا حابه ان انا اقسمه بالنص كده علشان يبقى ما يبقاش معايا كبير قوي يعني.
اهو شايفين ما شاء الله، بعد ما حطيتها ما فيش بتاع 10 دقايق بس مسكت نفسها كده علشان ما تفكش منه، ومش هتفك بدل فيها نشا، ممكن تشتغلي بقى على طول بس من باب الاحتياط يعني. وحطينا دور في الزيت زي ما انتوا شايفين ما شاء الله بتاخد لون بسرعه، وطبعا هي مستويه، احنا عايزين اللون والقرمشه فقط لا غير. وزي ما قلت لك لو انت حابه تضيفي عليها اي نوع جبن براحتك، وممكن تضيفي عليها خضار براحتك خالص، ممكن تشكل وتبدع فيها زي ما انت عاوزه. شايفين ما شاء الله، هنبدا نقلب فيها كده، شايفين لونها لونها عاتي، جايبه اللون الذهبي ده، جميل جميل جميل. اهو شايفين عفوا شايفين ما شاء الله لونها لونها تحفة جدا. وخدي بالك ما تسيبهاش وتمشي، ما تحطهاش على النار كده وتسيبها وتمشي، هي تاخد لون، هتاخد لون بس هي معايا مستوية، فالموضوع هيبقى ايه بسرعة. ودايما اول دور هو اللي بيغيب شوية على ما الزيت يسخن وكده، وبعد كده بتبقى الموضوع بقى ايه بيجي معاك بسرعة. اهو زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله لونها جميل جميل، وقرمشتها حلوه جدا. قومي كده وبطلي كسل، العيد جاي، كل سنه وانتم طيبين، واللي ما نضفش يقوم ينضف، ما تبقوش خايبين زي حالاتي. انا ما نضفتش اصلا، احنا كل يوم بننضف، فبصراحه كده مش طالبه خالص العيد ده ان احنا ننكش ونعمل. وان شاء الله بعد العيد هنبدا يعني، فما تفهموش انا مختلفه عن الناس، شايفين لونها جميل ازاي، والقرمشه بتاعتها تحفه 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 بصراحه، جميله جدا جدا ولونها حلو قوي. فزي ما قلت لكم كده مكسلين ومدغدغين ومش مظبطين، فهنبدا رحله الكفاح دي بعد العيد ان شاء الله. شايفين ما شاء الله الجمال، سامعين الصوت؟ حلوه جدا جدا. افتكر شايفين القطعه باينه خالص قرمشتها وباين جمالها، وهي لسه بس كده اهي، شايفين طريه جوه، حلوه قوي قوي، طريه قوي من جوه، ومقرمشه خالص من بره بكاتشب بقى على مايونيز، عملنا الخلطه الجميله دي. واستمتعي باحلى واطعم بطاطس ممكن تاكليها، وسيبي لي رايك في الكومنتات، ويا ريت لو فيديو النهارده عجبكم ما تنسناش في لايك وشير للفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناه، وما تنسيش اللايك، ما تنسيش اللايك، ما تنسيش اللايك. الى اللقاء في فيديوهات تانية كتير، واشوفكم على خير.